هون هيدا الريفيجن بالنسبة للسيمتري. أول واحدة سهلة، f is even function is an even function if for every x belong to df minus x belong كمان للدومين اوف ديفينيشن. هيدي معناتها انه الدومين اوف ديفينيشن سنترد ات 0، انتم حافظين هيدي فيكم تكتبوا هي او هي. فاذا f is even if and only if domain of definition of f is centered at 0 and f of minus x equal f of x. الجرافيك انتربريتيشن بحالة الايفن بيكون ال y prime y هو axis of symmetry of the curve of f. هيدي ماخذينها بالسيكوند وبالبكالوري. Second rule if f f is said to be odd انت كمان if domain of definition is centered at 0 and f of minus x equal minus f of x. هون اثنيناتهم مشتركوا الدومين is centered at 0، هون عندنا f of minus x equal f of x، بينما هون f of minus x equal minus f of x بحالة الاود. فوق بيكون بحالة الايفن بيكون y prime y is the axis of symmetry of the curve of f، هون بحالة الاود بيكون الاوريجن is the center of symmetry of the curve of f. يعني بيكون الكيرف اوف اف هو admits the origin as center of symmetry، بينما فوق بحالة الايفن بيكون الكيرف اوف اف admits y prime as center of symmetry. كمان احنا اخذنا رول بالريفيجن اول درس الفانكشن، straight line d x equal a هو x of symmetry if domain of definition is centered at a and f of 2a minus x equal f of x for every x belong to the f. كمان أخذنا to prove center of symmetry. أول شيء we prove the domain of definition is centered at a then f of 2a minus x plus f of x equal to b. Now to see if two curves cf curve of f and curve of g are symmetric with respect to x axis بأي حال if and only if domain للf بيساوي domain للg and g of f equal minus g of x. كيف يعني هي؟ فيني أقرب لكم إياها من صف التاسع مثلا إن سيمتري بالنسبة لل x axis. لنرجع نفس الرسم القديم هيدي الآن إذا بدي أعملها سيمتري بالنسبة لل x axis هيدا ال x axis ماشي هيدا ال y وهيدا ال x. إذا بدي أعملها سيمتري بالنسبة لل x axis هون بتصير مش هيك، خليني نسميها m double prime. شو صار بال x؟ الاكس كانت عملت اليمين بعد عملت اليمين، الاكس ما بتتغير اشارتها اصلا، هي سيمتري وذ ريسبكت تو اكس، يعني الاكس بضل هي ذاتها. سيمتري بالعربي معناتها تناظر او تماثل، يعني هن مثل بعض بالنسبه للاكس، فالاكس ما بتتغير. مين اللي بتغير؟ اشاره الواي ماشي. بس يا حذركم هيدي الام هي اكس اف اوف اكس مش هيك؟ هيدي الام دبل برايم شو هي بالحقيقه؟ هي اكس شو minus f of x مش هيك؟ مش انعكست الإشارة؟ فهون بس يكون عندي أنا سيمتري بالنسبة للx axis بيكونوا أول function هو opposite لتاني function. فهون نحن عم نقول هيدي الرول، لما يكونوا الكيرف للf والكيرف للg هن سيمتري بالنسبة للx axis معناتها أول function لازم يكون opposite لتاني function. فهمتوا علي؟ الواي الأولى هي opposite للواي التاني. طيب بينما الاكس بتضل هي ذاتها، الاكس بتضل هي ذاتها. هلا اذا الكيرف للاف والكيرف للجي سيمتري بالنسبه للواي برايم واي، هالمره سيمتري بالنسبه للواي برايم واي يا حلوين، سيمتري بالنسبه للواي برايم واي يعني هون خلينا نسميها ام 1. بالنسبه للواي برايم واي الواي بتضل هي ذاتها والاكس تتغير اشارتها. فهون رح تلاحظوا، خليني كمان اكتبها بشكل اخر، ام 1 هي ماينس اكس وهيدي شو هي؟ هيدي اف اوف ماينس اكس مش هيك؟ هون يا ما نقارن بيناتهم لهول. اللهم صل على محمد وعلى محمد. رح نشوف نحن هون انه بالنسبه للواي برايم واي الواي هي ذاتها. شو يعني واي هي ذاتها؟ يعني اف اوف اكس ايكوال اف اوف ماينس اكس. عرفتوا علي شو؟ اول شيء الاكس انعكست ماشي؟ هي اكس هيدي ماينس اكس بتصير. هاي اللي هون هي اف اوف هي وهاي اللي هون هي اف اوف هيدي، فهيدي اف اوف ماينس اكس وهيدي اف اوف اكس. بس هن هول سيمتري بالنسبه للواي، يعني الواي اللي هون ايكوال واي اللي هون، يعني اف اوف اكس ايكوال اف اوف ماينس اكس. فليكون سيمتري بالنسبه للواي برايم واي لازم يكون اول فانكشن
بيساوي تاني function بس of minus x. يعني أول function of x بيساوي تاني function of minus x. ماشي؟ وهيدا اللي عم نحكي فيه هون. CF هي أول function of minus x بيساوي تاني function of x. أو العكس. أول function of x بيساوي تاني function of minus x. Curve of f and curve of g are symmetric with respect to y prime to y axis if and only if for every x belong to the domain of g minus x belong to the domain of f. إيه ليش بدي أقول هيك؟ لأنه هي الx بقلب g وهون الماينس x لازم بتكون بقلب الf لحتى أقدر أقول f of minus x. طيب نيجي للفقرة كمان، هو كلهم ياخذون هذيك السنة. هلا الكيرف للf والكيرف للجي سيمتري بالنسبة للy axis، بالنسبة للأوريجين عفوا، كمان هي زد هاي اللي هون. خلينا نشوف هل ام برايم هيدي ماينس اكس، هيدي شو؟ هيدي ماينس، والواي شو هي؟ اف اوف ماينس اكس. ماشي؟ اذا جينا عملنا هاي مع هاي، اذا جينا عملنا هيدي مع هاي اللي هون، بنقول نحن شو هيدا الفانكشن اوف اكس بيساوي ماينس f of minus x. يعني خلينا نعتبر هيدي g، g of x بيساوي minus f of minus x، وهيدي هي ذاتها g of x. هاي الماينس فيني خدها لهونيك، g of x equal minus f of minus x. So for every x belong to dg we have minus x بدها تكون بقلب ال f and f of minus x equal minus g of x. طيب نجي لل 8th part. Curve of f and curve of g are symmetric with respect to a center GAB to a point GAB if and only if بدها تكون الx موجودة بالدومين للg وال2a minus x موجودة بالدومين للf. هاي بتشبه القاعدة السيمتري، قاعدة السنتر اوف سيمتري. ما هي هيدي سنتر اوف، يعني بدها تكون سنتر اوف سيمتري بين اثنين، فبده يكون f of 2a minus x زائد g of x equal to b ليكون g والf symmetry with respect to gab. كمان هيدا بكون تحفظوها الله بعينكم. اخر واحدة بيكونوا two curves symmetry بالنسبة ل straight line x equal a. اول شيء x بدها تكون بقلب الدومين of g وال2a minus x بقلب الدومين of f. هاي بتشبه قاعدة الاكس of symmetry. نحن بنقول بالاكسس of symmetry f of 2a minus x equal equal b، مش هيك؟ هون ما شو بنقول f of 2a minus x equal g of x. طيب يعطيكم العافية. اللهم صلي على محمد وآل محمد. عفوا نحن هون كنا بنقول شو f of 2a minus x equal شو f of x. عفوا كنت مغلط انا. f of 2a minus x equal f of x لما يكون عندنا شو x equal a مثلا is an x of symmetry of the curve of f. هلا هود اثنين كيرفز ليكونوا سيمتريك about a straight line x equal a بده يكون f of 2a minus x equal g of x. ان شاء الله تحفظوا النهار.